بعدش نطلق أحكام قيمية على الناس، لأنه ربما تنقصني الحكمة وربما ليست تلك هي الموضوعية. ناس يشتغلوا، شيء مفتوح للناس كل، مفيش وضوح رؤية، الناس هاربين من يأس إلى يأس. مرات إيميل سيوران يقول أغير يأسي كل يوم كما أغير قميصي. تعيش باليأس، اليأس ساكنك مصاحبك، يذهبون من يأس إلى يأس آخر، ربما هم لا يعرفون يعني إلا بعد فترة يتبين لهم أنه يأس. نبيل القروي قد يكون فهم جزء من الشعب التونسي، فهم سيكولوجيا، مع كل شعب عنده سيكولوجيا عامة جماعية، فهم منها شيء، هو وغيره برشا ناس هذي يعيش تونسي حتى هما فهموا السيكولوجيا التونسية ودخلوا فيه، حركوا الكويرات الحمراء متاع الشعب التونسي، حركوا الآخرين فزعوا وخافوا. أنا صبر لراء هذي، أنت كم مرة تجيبني وتسألني نقول لك أنا راني لا أثق فيه كثير ومبالغ فيه هنا وهناك، وانا كانوا يجيبوني لمدة عامين يجيبوني الاول والثاني والثالث، اليوم في اليوم ماسحك تماما لخلافات شخصية، ليسمعوك هكذا تقول رأيك فيهم يمسحوك لانك ما تدفعش فلوس كذا، ما عادش تنفع للابتزاز لانه يجيبوك انت مشان يبتزوا بك جهة اخرى. انا صبر لراء الى الان من الشايف انه في تنظيم لصبر لراء، وكنت أرى وأعتقد أن البرلمان ربما يذهب إلى تنظيم هذه المسألة كما فعل الدول الأخرى، ما نظموهاش وخلوه هك على الهواوي. اليوم تقول لي نبيل القروي يشتغل وتبين له أنه الميدان أنه هالطريقة هذه يمكن تنفع وتوصل إلى قلوب الناس وقلوب المساكين وكذا. شنو اللي يخليه هو أكثر يعني واحد كما قلت أنت فهم التوانسة صافي سعيد عكس السياسيين التقليديين؟ يا أخي اقترب منهم، حدثهم بلغاتهم، عندهم تلفزيون استخدموا جيدا، عمل لهم مسلسلات، وزع عليهم ما يمكن أن يوزع، مس عواطفهم، مس أوجاعهم، لكن هذا كله لازم نقوله، ولكن هالأوجاع شكون يصنع في هذه الأوجاع؟ أنت تتقلب سيارة متاع فلاحات يكدحنا ويخدمنا على أولادهم وأطفالهم، تجي تعطيهم 6 نعجات 5 نعجات والأخر يعطي كيس بطاطا والأخر كده. هذه المعالجات السخيفة، هذه الوجائع، هذا الوجع، هذا اللي يخليك تتمسك بشيء أوهام أخرى، هذا اللي يعتقده، وهو يعتقد أنه هؤلاء الناس أنه ربما سيصوتوا له. وصبر الأراء يقرأ الأمور عبر الفيسبوك والعينات اللي يختارها وكذا، والمصالح والاتجاهات والابتزازات وتكسير هذا وتهجيم هذا وإعلام هذا، يقرأ ضمن هكذا خريطة مصالحية فيها اللي فوق وفيها اللي تحت، يقرأ ويقدمك.